منسق اللجنة القانونية بالمرصد الشعبي المحامي جاد طامي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير مدام نوال، وصباح الخير للدكتور بسام كمان ولكل المستمعين. يعني بصفتك مثل ما رينا مستشار قانوني للجنة التربية النيابية بملف البي سي آر، يعني حضرتك انضممت إلى ركب نواب التغيير بمهادنة السلطة؟ حلو السؤال. طبعا لا مهادنة، واللي كان عم يحضر الجلسة يلي هي طبعا انزلت بصفتي القانونية وكمحامي بيعرف انه لم تكن جلسة ناعمة اطلاقا، وكان فيها من المواجهات يلي ضروري تنتقل من الشارع الى داخل المؤسسات، طبعا مش على قاعدة المواجهة للمواجهة، المواجهة لنصرة الحق. وطبعا موضوع الجامعة اللبنانية واموالها المستحقة هي من اكبر محاولات اذا بدك هدر او نهب المال العام يلي موجودة حاليا. وللأسف تم اتهامنا بالشعبوية فقط لأنه حولنا القضية لقضية رأي عام، ولأنه طلعنا فيها على الإعلام. وإذا كانت طلعة على الإعلام وإطلاع الرأي العام على مكامن نهب المال العام هو شعبوية، فنحن أهل الشعبوية طبعا. نعم، بس اليوم شو خرجت بانطباع بعد هاللقاء اللي عرفنا انه ما خلي من مواجهة مع وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط؟ كان في مواجهة، بشو صارت المواجهة؟ صراحة يعني كنت حاضر الجلسة وبروتوكوليا مش لازم علق على كل شيء، كان هناك سقطات تلو السقطات القانونية والحجج الواهية ومحاولات التضليل. أنا بهمني الرأي العام يعرف شغلة واحدة، اليوم المحاولات منصبة على شغلة وحيدة من قبل المعنيين، وطبعا مش عم بحكي على لجنة التربية النيابية يلي مشكورة عم بتتابع هالموضوع، عم بحكي على المعنيين بالملف واللي موقعين على العقد. هناك محاولة لفرض تسوية على الجامعة اللبنانية بتخسرها حقوقها، وهيدا الكلام يلي نحن موجودين حتى ما نسبح فيه. هلأ بدهم يطلعوا يقولوا شعبويين جماعة ما بعرف شو، يحكوا بالدنيا. هناك حق واضح للجامعة اللبنانية، قيمته المالية واضحة وتم الإقرار فيها أنه مبلغ 52 مليون دولار عن فترة ما بعد 1/7/2021 هو رقم صحيح. وأظن أنه 52 مليون دولار إذا دفعت للجامعة اللبنانية يلي هي صاحبة الحق بتنقلنا إلى مكان آخر بالجامعة، والدكتور بسام بيقدر يأكد على هالموضوع الآن. نعم، يعني اليوم حاولنا نتصل بالنائب إدغار ترابولسي، لهلأ ما بعرف مش فاتح خطه. النواب بيعطوا مواعيد وما بيلتزموا بمواعيدهم، كمان هيدا بينطرح علامة استفهام، نطرنا ما حدا قال لي. أنا بس لخبرك شيء نوال، الدعوة لحضور جلسة اللجنة الفرعية تبع لجنة التربية النيابية كانت مبادرة منه للنائب إدغار ترابولسي. نعم، اللي تحرك بهالموضوع. نعم، للمفارقة بالانتخابات النيابية كنت يعني داخل لجان القايدة الابتدائية عم نشتغل ضده عمليا مع نواب التغيير. أنا بس بسجل أن هناك حوار بناء ممكن أن يتم في وقت من الأوقات، وطبعا لابد من تظهير صورة التغييريين على أنه مش اعتراض لمجرد الاعتراض. نحن ننحاز إلى الحقوق، وأي طريقة بتوصل أصحاب الحق لحقه، خاصة أنه لا يمكن أن يستمر تهديدنا أنه الميدل إيست حتفلس إذا دفعت حقوق الجامعة اللبنانية. شو هالقوة عند الشركات اليوم، شركات الميدل إيست وشركات الطيران، لحتى ضربت عرض الحائط بقرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادر ب 24 شباط 2022، اللي بيلزم الشركتين بتسديد المبالغ المستحقة بالدولار الطازج؟ منين جابت هالقوة هالشركات؟ يعني في عنا قانون وفي عنا تطبيق للقانون، وما بدها تدفع، وعلى عينك يا تاجر. وحتى كمان يعني محمد الحوت مثل ما عرفنا قال له للنائب إدغار ترابولسي ما راح ندفع. منين يعني هالقوة؟ منعرف يعني بتقول الأشياء مثل ما هي. هو ما قال فقط للنائب إدغار ترابولسي، وهو عم بيسمع هالموال للجميع أنه نحن رايحين على إفلاس. بس هون أنا بحب نوه لشغلة، هذه المبالغ
تم إضافتها على سعر تذكرة السفر ومش اقتطعت من تذكرة السفر، وبالتالي هيدا المبلغ اللي تم إضافته على تذكرة السفر مش مفروض يؤدي لأفلاس شركة خاصة عين الآن على إجي إذا بدك انعملت لمصلحة مؤسسة عامة. وهناك فرق كبير بين الشركات التجارية الربحية والمؤسسات العامة يلي بتشتغل حتى تخدم المجتمع اللبناني. وطبعا بعهدة الجامعة اللبنانية 80,000 طالب، خلينا نحسب كم عائلة لبنانية تستفيد من الجامعة اللبنانية. نحترم الميدل إيست وبدنا العلم اللبناني يضل عم بيرفرف وين من كان وعلى جوانح طائرات الميدل إيست، بس كمان ما بدنا الميدل إيست تتحول إلى شركة إذا بدك تستولي على المال العام، لأنه بهيدا القصة في صفقة كبيرة بطبيعة الحال. صفقة؟ مين أبطالة؟ سقطة سقطة، أما الصفقة نعم فقائمة سقطة يعني بس يلي بيسمع الغزل ما بين الوزراء وزير الأشغال والميدل إيست أكيد أكيد بيعرف أن هناك صفقة ما تتم، أو على الأقل هناك توصية أعلن عنها محمد الحوت أنه هناك الرئيس حسان دياب والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري سماهم بالاسم خلال الجلسة، وقال انه هؤلاء وصوا وزير الاشغال العامة والنقل الحالي والسابقين انه الميدل ايست خط احمر. الميدل ايست ليست خط احمر، ما بدنا نعمل خطوط حمراء، الحق هو خط احمر، القانون هو خط احمر، واذا الميدل ايست خط احمر فالجامعة اللبنانية هي كل البويا الحمراء اللي بنعمل فيها. شكرا لك ضيفنا اليوم المنسق القانوني في المرصد الشعبي المحامي جاتون.